رسمة جميلة جدا في غاية الروعة، والطابلوه 3D رائع. ولكن في البداية اسمحوا لي بس أطرح عليكم سؤال محتاج ان حضراتكم جميعا تجاوبوني عليه في التعليقات. يا ترى ايه اصعب حاجة هتواجهك او تواجه حضرتك ايضا يا فنانة لو حبيتوا ترسموا الرسمة دي؟ يا ترى ايه العنصر الصعب في الرسمة دي؟ يا ترى الخلفية، خلفية الجدار، ام الرف اللي موجود عليه قطعة القماش، ولا قطعة القماش نفسها صعبة، ولا التفاحة نفسها صعبة؟ الديكور فيه أربع عناصر مهمة جدا. العنصر الأول هو خلفية الجدار، جدار قديم جدا. والعنصر الثاني هو الرف اللي أنا برسمه ده، رف عبارة عن حجارة حجر أسمنتي. وطبعا العنصر الثالث قطعة القماش اللي أنا بشغلها عادي، والرابع التفاح. عموما هنتكلم في كل شيء بالتفصيل، ولكن بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة للعالمين. وكالعادة بطلب من حضراتكم وضع لايك أسفل الفيديو دعم لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك أول مرة تزورنا في القناة، سعيد اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك زر الجرس حتى يصلك كل جديد. شباب بنبدأ باللون الأحمر، أحمر مش أكتر يعني، هو لون أحمر عادي خالص أهو. بنملأ به التفاحة علشان التحديد بتاع التفاحة ما يروحش مننا. نجيب الأسود والأزرق والموف والأخضر والأصفر الجملي والبني والأبيض، كل مجموعة الألوان دي شباب هنرسم منها أو هنرسم بيها خلفية الجدار والرفين أو قالب الطوب اللي هي الأسمنتية اللي موجود عليها قطعة القماش والتفاح. بناخد قليل كده من الأسود مع البني مع الأصفر الجملي مع الأبيض. بص الجزئية دي بالذات هتختلف من شخص للتاني ازاي، لان هو بس انا عايزك تاخد فكرة يعني. انا هسرع طبعا الفيديو في اماكن كتيرة جدا، فانا عايز دايما عينك على حركة الفرشة. وطبعا كلامي ده للناس اللي هي فعلا عايزة تستفيد وتتعلم وهتستمر معايا في الفيديو للنهاية. اما باقي المتابعين، الناس اللي بتدخل مجرد بس تاخد فكرة او متعة المشاهدة، فمفيش مشكلة خالص. لكن خلينا مع الناس اللي عايزة تشتغل فعلا وترسم وتتعلم وتستفيد وبتحب الرسم، لمجرد انها بتحب الرسم. بقول لك الجزئية بتاع الجدار دي هتختلف من شخص الاخر. يعني ايه؟ كل الفكرة هنا ان انا باخد مجموعة الالوان دي كلها وبضربها مع بعض، بضربها بطريقتي انا. بمعنى ايه؟ الابيض شغال مع الالوان كلها، ولكن مرة ازود موف زي كده، مرة ازود ازرق. شفت انت لما زودت سنة الازرق خدت سنة اصفر جملي اهو، خدت احمر. شوف عينك كده على على الصورة نفسها، وسيبك من الباليتة وانا هتكلم يعني. شوف مثلا الفرشة كده بتجيب لك الوان، مزيج من الالوان، بس خلي بالك الابيض شغال مع الالوان كلها. يعني هنا مثلا دخل البني مع اللون الاحمر اهو في المنطقة دي. بنبدأ نحط سنة اسود، نزود الاسود يبدأ يختلط مع الموف، زودنا الاسود. طبعا الاسود هنا في الزاوية بس، من فوق من على اليمين ومن على الشمال بنزود اسود شوية. الاخضر بدأ يدخل اهو، احمر، اصفر جملي. ركز وانا خلي عينك على الفرشة وانا كده كده بتكلم اهو. رمينا الوان زي كده كتيرة، بنتقل الدرجات الغامق في مناطق، والفاتح بنفتح بالابيض. ودايما تحط الفرشة من وقت للتاني في المية علشان تساعد معاك في مزج الالوان. وطبعا الالوان كده كده زي ما قلت لكم قبل كده ان دي الوان مصنعه في المنزل، معموله عباره عن مركزات الوان على ورنيش، فبيبقى سهل دمجها جدا وبتستمر معاك فتره. وبنضيف برضو سنه جليسرين للون الابيض علشان نبطئ سرعه جفاف اللون الابيض. اللون الابيض طبعا عباره عن بلاستيك اللي هو دهان الحوائط اللامع، بس لامعه كامله. تمام. شوف هنا جبت الاصفر الجملي اهو، بحط ابيض هنا، بزود مساحه الاضاءه هنا على يمين على يسار التفاحه، لان الضوء كده كده هيبقى جاي من ناحيه اليسار قوي. بنزود كده شوف، وطبعا بيبقى قدامك الصوره اللي انت شغال منها، فبيبقى ده دليل ليك انك انت بتبقى عارف تشغل ازاي. بنضرب كده ضربات، بنوزع الابيض ده. بعد ما بنحط الابيض كده بنبدا نفرشه بالفرشه، هي فرشه واحده اللي انا شغال بيها لحد دلوقتي. الفرشه دي فرشه مسطحه حوالي 2 بوصه، ولوحة القنفص بتاعتنا عبارة عن 40 مقاس، المقاس بتاع اللوحة 40 في 60 سنتيمتر.
وبناخد بالفرشة كده سنة موف اهو هنا مع الاسود، بتطلع لك مجموعة من الدرجات سبحان الله، درجات الوان انت ما كنتش تتخيل اصلا انها تظهر معاك، لكن حاول تشغل الابيض مع الالوان دي كلها. بنزود كده درجات الغامق هنا على الزوايا، وطبعا في ضوء زي ما قلت لكم على شمال التفاحة من فوق، بيبدأ يظهر كده تأثيرات قدامك ان ده جدار اسمنتي قديم، لكن الصورة انها الكاميرا او اللقطة متاخدة من مساحة قريبة فبيبان لك بهذا الشكل. بنزود تأثيرات اهو زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا انا مزود سرعة الفيديو او هنا علشان ما يكونش الفيديو طول عليكم. تعالوا بقى نجيب ازرق مع بني مع سنة موف على الابيض علشان نجيب اللون الاسمنتي بتاع الحجرين اللي هم معمول زي رف كده موجود عليه قطعة القماش والتفاح اهو. الفكرة هنا كلها في توزيع للضوء والظل، توزيعك للضوء والظل. بعد ما بملأ كده بالشكل ده ببدأ اجيب الابيض الاسود، جبت الاسود هنا شوف ليه الاسود، دي مرحلة مهمة جدا. هقفل بقى المساحة اللي تحت خالص اللي هي تحت الرف، اعطينا عتمة جامدة هنا. كل ده الوان مبدئية، لكن الخلفية اللي هي في الجدار نفسه من ورا، خلفية الجدار اللي هي خلف ورا التفاحة او خلف التفاحة تكاد تكون قريبة او من النهاية يعني. بجيب فرشة قلم رفيعة وبقطع بها البين الطوب من تحت كده تقطيع بسيطة عشان تحس فيه بانه بيبقى فيه تعرب كده. بجيب اصفر جملي هنا مع ابيض، شوف الفرشة رايحة فين، شايف الخط ده بيديك تجزيعة كده، وبايدك بتقدر تدمجه. ممكن تعمل بعض تجزيعات زي كده بالفرشة مفيش مشكلة خالص، بتحس ان التأثيرات قريبة من شكل الرخامي او الجرانيت، لكن هو في الاساس هو في الصورة اللي انا شغال منها هو عبارة عن جدار اسمنت قديم يعني، لكن جاي عليه بعض الالوان بالشكل ده. بتجيب بقى درجة اللون الابيض بتزود بيها درجة اللون اللي انت اشتغلت بيها المبدئي ده، وتبدأ ايه تكشف كده السطح. هقرب لك الكاميرا اهو فرشة قلم 5 ملي، وببدأ اجيب الابيض وازود كده الاضاءة، بوزع الإضاءة. وهتلاحظ دايما إن أنا في الأماكن أو في التأثيرات الدقيقة جدا بتلاقيني بقرب الكاميرا علشان كل حاجة تبقى واضحة قدامكم. رحت على الأسود كده وهبدأ أعمل حاجة زي شروخ، الشروخ بقى اللي هي فواصل كده موجودة في قوالب الطوب، قوالب طوب قديمة مقصرة، وده اللي عطي جمال وقوة وحلاوة ليه الصورة يعني. قربت لك الكاميرا وشوف فرشة قلم دي 3 ملي اصغر شوية، شايف التأثيرات بتبدأ تظهر ازاي يعني. هو انتوا ممكن تشوفوا الكلام ده في الصورة فتفكروا ان هو صعب، لكن في حقيقته هو سهل جدا. شوف دي بتديك تأثيرات الالوان اللي هي لون الاسمنت اهو، عبارة عن ايه في الوقت ده انا بجيب الوان ايه، انا عندي كل الالوان موجودة في البلدة، بس هنا في التأثيرات اللي بحطها دلوقتي اللون قليل من الاسود مع الابيض مع سنة موف. بدي كده بعض الظلال اهو، بفرش بالفرشة كده بعض الظلال، دي ظلال طبعا هنا القماشة رافعة لفوق مدارية جزء من التفاحة ونازلة ففي ظل تحتيها اهو، وتحت حرف القماشة كده بناخد برضو بعض الظلال كده خفيفة. ركزوا كده، ودي التانية بتاعت القماشة اهي نازلة لتحت، بعمل بحت ونقر باللهجة المصرية للناس اللي من بره مصر، بحت ونقر يعني فيه صغور كده في أماكن داخلة أو عميقة يعني بس صغيرة. بعض التأثيرات كده طبعا الباليتا فيها كل الالوان، فانت بتروح على الابيض بتكسر مثلا اللون الغامق بالابيض بيديك درجة باهتة زي كده. هنقرب الكاميرا تاني خلي بالك دلوقت وهقول لك ازاي نعمل الشروخ دي ونظهرها بشكل اقوى. تعالوا كده معايا ندرب كده درجة لون تكون اهي، درجة اللون دي فيها الاصفر الجملي زودته شوية وكسرته بالاسود مع الابيض عشان عايز ادي لون كده زي صخري شوية
في جسم القوالب الأسمنتية دي اهو اصفرار خفيف كده مع كمية ظل، يعني مع ان الظل يكون قوي هنا شوية. كل لمسة انت بتحطها في الصورة او حضرتك ايضا يا فنانة بتحطها في الصورة دي بتفرق معاكم وبتظهر معاكم الشغل، لكن اهم حاجة ثقتك في نفسك تكون قوية. مفيش مشكلة انك تغلط وتجرب وتحاول، في كل مرة هتلاقي نفسك بتستفيد. وشاهد الفيديو مرة واثنين وتلاتة وراجع، مفيش مشكلة خالص، لانك انت لو بصيت للفيديو ده على ان هو كورس او درس فعلا لا هتستفيد منه كتير باذن الله. شوفوا بقى هنا المنطقة دي، ده في كسر هنا في الحجر من اسفل اهو، درجة رصاصي كده رمادي اهو. بنبدأ كده نسيح الالوان دي مع بعضها، وهبدأ اكسر بقى درجة الظل دي بسنة ابيض. شوف بدأت اضيف عليها ابيض، شوف الابيض بيعمل ايه فيها، بس درجة ابيض خفيفة قوي، يا دوبك تكسر لك كده ايه الدرجة الغامقة دي. عودوا نفسكم انكم ما تشتغلوش بالوان صريحة، يعني دايما الابيض بيدخل يكسر لك الالوان ويضعفها. حطيت ابيض زي كده، ببدأ ايه، بص عارف انت الخربشة، انت بتعمل خربشة في قوالب الطوب من خلال الابيض ده. طالما عملت خلفية كويسة وارضية حلوة تقدر اي تأثيرات تحطها تظهر عليها بقى بالابيض كده. هو مش ابيض، هو نفس اللون الارضية لكن مضاف عليه سنة ابيض. شفتوا ازاي بتشكل بقى براحتك خالص الفرشة. تعالوا بقى ليه نعمل الشروخ، بس تكون شروخ واقعية قوي. فرشة قلم بقى ايه 1 ملي اصغر حاجة. شوف نقر كده، بتحط نقر صغور. شوف الشروخ البسيطة دي، طب ده لون ايه؟ ده مش لون اسود، ده هو نفس اللون الغامق اللي انا كنت شغال بيه في الاول، او لون القالب بس زودته سنة اسود. وبعد كده بنزود بنفس الفرشة على كل درجة غامق زي كده، حطينا سنة فاتح، بنحط نمش كده خفيف او تأثيرات بسيطة بالفرشة باللون الابيض تديك النغبشة او التشققات اللي هي في الاسمنت يعني. عموما كده انتهينا بشكل نهائي من قوالب الطوب او الرف اللي موجود عليه قطعة القماش والتفاحة. بعد كده بنملأ قطعة القماش باللون الابيض، وتعالوا بقى نشتغل التفاحة، وهي دي اهم حاجة عندنا. لكن زي ما سألتكم في الاول، يا ترى ايه الصعب في الرسمة؟ لازم تقولولي في التعليقات يا ترى اصعب حاجة هتواجهك لو انت هتيجي ترسم رسمة زي دي، الخلفية اللي ورا دي بتاع الجدار اللي هي من مجموعة من 6 الوان، ولا الرف بقى بتأثيرات التشققات اللي موجودة فيه والضوء والظل اللي فيه والجمال والحلاوة دي، ولا قطعة القماش اللي لسه هنرسمها، ولا التفاحة اللي احنا بدأنا فيها؟ طب تعالوا كده نقول بدأنا في التفاحة ازاي، علشان برضو دي مهمة جدا. احنا عندنا اللون الاحمر، كان لون احمر مبدئي. طيب بدأت تضيف سنة اسود على الاحمر ده واعتم التفاحة كلها بالشكل ده، هتواجهنا حتة صعبة جدا هنا، في نقطة صعبة جدا بتواجهنا هنا، وهي اللي انا شغال فيها دلوقتي. عارفين مكان العنق بتاع التفاحة بيبقى فيه واطي كده، جزء واطي كده غويط عميق، منطقة عميقة هنا، هي دي، لان المنطقه العميقه دي ايوه اللي بالاسود دي هيطلع منها بعض التاثيرات لفوق بانحناءات كده تديك الدوران بتاع التفاح. عموما الاصفر الجملي هنا بيشتغل مع الاسود بشكل جميل جدا. بحط الفتح كده وبص بسحبه بدوران على الاجناب، شوف، وبدمج بصباعي كده، بصباع ايدك كده بتبدا تدمج، بس الاتجاه ياخد الدورانات بتاع، ياخد حركة الدوران علشان يديك تأثيرات للدوران بتاع التفاح. وبنبدأ بقى ندخل بلون احمر كده، نكسر درجة الاسود دي شوية، ونروح واحدة واحدة على المنطقة بتاع العنق دي ما نقفلش عليها قوي. بعد كده ابدأ اغمق الحافة من برة، الحرف من برة اغمقه كده، وابدأ اخد منه تأثيرات للداخل سنة بسنة، واحدة واحدة. هتشوف التفاحة دي هي اللي انت شفتها في العرض في الاول، في اول
نص دقيقة كده لما بدأت الفيديو بيها، هي دي هي دي، بس دي المراحل بتاعتها، ما تقلقوش تستعجلوش، مش عايز حاجة تسيبكوا في الفيديو ده. قلت لك منطقة العنق الجزء اللي هو بيبقى ماسك التفاحة ده الرفيع ده، الجزء المنطقة دي بيبقى عميقة الأسفل. شوف بقى بتبدأ تجيب الأصفر الجملي كده وندخل من بره لجوه كده، من الداخل للخارج، من الخارج للداخل عليها، وهروح بقى اضيف لها سنة أخضر على الأصفر الجملي. شوف ازاي خدت أخضر على الأصفر الجملي وبقلبه تقليبة حلوة كده مع سنة أحمر بسيطة، واروح باللون ده واحاول بقى ايه اعمل التأثيرات اللي هي من الداخل للخارج، من داخل المنطقة العميقة دي للخارج. اهو شوف، هي دي اصعب منطقة في التفاحة لو انت من وجهة نظري انا يعني، او قابلت المنطقة الاصعب اللي قابلتني في الرسمة دي، لو نجحت فيها خلاص يبقى التفاحة تبدأ تظهر معاك بشكل جميل قوي. ببدأ اخف بقى اللون الاسود كده بنفس اللون اللي هو انا عملته من الاصفر الجمل والاخضر واللون الاحمر، الجزء اللون الاخير ده ببدأ اخف بيه اللون الاسود تدريجيا عشان ما يبانش انه فراغ، لا انا عايزه يبان انه مصمت، ما يبانش انه مجوف، يبان انه واطل تحت السنة بس عميق لاسفل قليلا يعني. شوف باخد من بره من فوق لتحت كده، شوف اللون اللي هو اللي حضرتك شايفه ده متكون من ايه؟ من الاخضر مضاف على الاصفر الجملي وسنة احمر خفيفة، وبشرخ كده شروخ خفيفة. وتعالوا برضو نرسم هنرسم الظل بتاع العنق في المكان ده، هيكون فيه الظل بتاع العنق هنرسمه في الاول. شوف باخد من جوه كده شوف، وهطلع لبره عشان ارسم الظل بتاع العنق ده اللي يديك حاجة كده زي 3D او لمسة حلوة. اهو ده الظل، خلي بالك مش العنق نفسه، ده الظل، ده الظل اهو. المرحلة اللي جاية بقى ان انا هبدأ اشغل على اللون بتاع التفاح نفسه، اللون التفاحي الجميل الاحمر الجميل ده. شايف انت لدرجة اللون الاحمر اللي انا هضيفها هتكون مكونة من اللون الأحمر مع شعرة أصفر بسيطة أوي، لكن هنا ما زلت باللون الأصفر الجملي. شوف وهبدأ أدخل كده من الخارج للداخل علشان أدي تأثيرات اللون التفاحي الجميل اللي في المنطقة الخضرة، المنطقة اللي بتبقى لسه خضرة ما خدتش اللون الأحمر بتاعها أوي، فين اللي هي في أعلى حتة في التفاحة. شوف التسيحة دي وشوف اتجاه الفرشة، ما تخليش الفرشة تبقى باينة معاك في الرسم، خلي تسيح سيح ودمك اول باول. شوف حتى انا ماسك الفرشة انا بعرض بالعرض ازاي، مش بالسيف بتاعها مش بالسن، باخد من جوه لبره كده بدوران. اللون التفاحي اللي قلت لكم عليه هو اللون الاحمر مضاف عليه سنة اصفر بسيطة قوي، وابدأ افتح بعض المناطق كده علشان يديني اللمعة، لان في اضاءه قويه نازله على التفاحه فهيبقى فيه لمعه كده. شوف اهو جبت فرشه كبيره بقى بتفرش معايا وبتسيح، بس خلي بالك بتحافظ على التاثيرات اللي انت اشتغلتها قبل كده، ما بتخفاش كلها، اللون بيبان معاك زي كل لون شفاف كده. شايف من الخارج كده للداخل بنفس دوران التفاح، طول ما انت محافظ على اتجاه الفرشه صح الدنيا تمشي معاك زي الفل. ركزوا كده. بعد كده اجيب برضو بقى ايه سنة اسود على فرشة صغيرة وادي تأثيرات ظل جوه الاحمر الجميل ده، بس ما زلت بزود الاحمر اهو. شوف المناطق الاكثر اضاءة، فرشة القلم كده بالابيض مع الاصفر الجامد، زودت الاصفر الجامد سنة، بس هو اللون ده مخدر يعني فيه سنة اخضر برضو. وابدأ اخد من داخل للخارج او من الخارج لداخل، المهم انك اتجاهك تحافظ على الدوران، وبنظهر السطح التفاحة بالشكل الجميل ده. شوف خدت معايا كم مرحلة، مفيش مشكلة، خدت معايا اكتر من مرحلة مفيش مشكلة، بس ايه انت تبقى فاهم وعارف انت بتعمل ايه بالظبط. وشوف برضو المنطقة العميقة اللي قلت لك عليها اللي فيها العنق دي، طبعا ده ظل وهتبقى هتتفرج عليها لما نرسم العنق هتبقى روعة، لكن ما بعد ما كانت باينه انها منطقه مفرغه كده اصبحت منطقه مصمته،
ازود سنه ابيض على الاحمر كده، ودي اكتر منطقه فيها اضاءه هنا من ناحيه الشمال كده، من على اليسار هكذا. شوف بتقطع كده، ما زلنا على وشك الانتهاء بقى من ان احنا ندي اللمسه الاخيره، سنه بني هنا، دخلت البني خلي بالك مش اسود، بني مع الاحمر، وببدا اقطع الدرجة اللون الاحمر الفاتح دي قوي، اخف منها بسيط عشان يبقى باين الامور معاك بشكل طبيعي. اهو بص طولنا، مش مشكلة لو احنا طولنا شوية، لكن انا عايز اظهر لك كل حاجة، انا كده مخلي السرعة كمان ايه، انا مضاعف السرعة علشان اقدر الم لك كل المراحل في الفيديو. واجمل لقطة واجمل لحظة بقى ساعة ما نحط الضوء اللي هو الفلاش اللي نازل، ضوء اللمبة بتاع الكهرباء لما بيضرب في التفاح. شوف سنة الاصفر الجملي دي بدي بيها كده، بص تأثيرات من بره لجوه كده، خفيفة خفيفة، كل ده شغل على خفيف على الهادي يعني. تعالى يا باشا كده نقرب، اكدنا على الظل، اكدت على الظل اهو، وبحاول حواليه بدي لونه اهو، لون بسيط كده من الوان التفاح عشان اخليه كل حاجه تبان قدامي طبيعيه. ده الظل بتاع العنق، العنق نفسه فين؟ اهو بلون ابيض الاول، حطيته سنه اصفر جملي اهو، هتلاحظ ان العنق اتجاهه معاكس لاتجاه الظل، والضوء جاي كله من ناحيه الشمال من فوق بالاسود كده من تحت، ابدا اعتم العنق ده، اعتمه كده وانا طالع، او بالبني اللي يظهروا لك اكتر ايه بقى، سنه الابيض اللي هتبقى عليه من فوق. لاحظ كده، هجيب بقى على الفرشه الصغيره دي، قربت لك الكاميرا اهو، بعد ما باكد على الظل هجيب الابيض، شوف هي دي، هي الحته دي، ايوه سنه الابيض البسيطه دي، شوف بدا يظهر لك العنق والظل بتاعه والاثنين عكس بعض، وده شغل 3 دي للناس اللي بتقول نفسنا نشتغل ديكور 3 دي بالفرشاه مش بمسدس الرش. اهو كل حاجة تقدر تشغلها بالفرشة، كل حاجة تقدر تعملها بالفرشة، بس بيحتاج منك تعب وجهد شوية. اه ركز، شوف بقى المرحلة واللحظة اللي بقولك عليها المهمة جدا، لحظة الإضاءة. بصباع الإيد، بالصباع، أنا خدت الصباع أهو، سنة أبيض على صباع إيدي كده، ورحت شوف. يا سلام، من هنا هتتحول التفاحة خالص 360 درجة. من هنا أنت خلصت الكلام في التفاحة دي. نزلت كده بدمج اللون بتاع التفاحه نفسه مع الابيض، وهجيب الفرشه القلم الرفيعه دي واجيب الابيض وادي تاثير المناطق اللي هي الضوء القوي فيها قوي بالفرشه القلم كده. شوف بقى التفاحه بقى اصبح شكلها عامل ازاي. انت كده يعتبر خلاص خلصنا مرحله التفاحه، يبقى اللي باقي قطعه القماش، الفوطه او قطعه القماش اللي موجوده على الرف، هنديها شويه الظل بتوعها بس لساعات كده بالفرشة. ظهرت للضوء والتفاحة بدأت تظهر بشكلها الجميل الرائع اللي حضراتكم شايفينه ده اهو. وشوف بقى بالفرشة القلم دي، وايه اللي في الباليتا، اللي في الباليتا الالوان اللي عندي عبارة عن الابيض مضاف عليه اسود بس. شوف ببدأ ادي الظل اهو، هد ظلال خفيفة خالص داخل قطعة القماش، ما تصعبش الامور على نفسك. في تانية هنا كده، شوف التانية دي اهي، يبقى المنطقة دي أصبحت منطقة ظل لأن الضوء جاي من على الشمال، فالمنطقة دي هتبقى إيه؟ ظل. وهنزود الظل في الكسرة اللي هي طالعة على القايم داخلة لجوه دي، أيوه المثلث اللي تحت اللي هو موجود في الكسرة دي. وبنوزع الظل كده هكذا بهذا الشكل، شوف ظل منطقة ظل كده، لأن التفاحة طبعًا رمية ظل، والكسرة نفسها بتاع قطعة القماش فيها ظل. عمومًا شباب، إذا كان النوع ده من الفيديوهات ينال إعجابكم وأنتوا عايزين حاجات زي كده، اطلبوا ده في التعليقات، أكدوا على ده في التعليقات، لو أنتوا محتاجين ديكورات جميلة زي كده 3D وبالفرشة مفيش مشكلة أبدا. إن شاء الله لو الفيديو ده اشتغل كويس هيشجعنا إن احنا نرسم ونجهز فيديوهات أكتر لنماذج تانية بهذا الشكل الجميل. طابلوه رائع، لو حطيته في غرفة الجلوس أو غرفة نوم أو حتى في المطبخ، طابلوه خطير. لوحة كانفاس 40 في 60 بهذا الشكل. عموما لو حضرتك وصلت معايا للمرحلة دي
ما تبخلش علينا باللايك اسفل الفيديو ده، اعمل لنا، لان اللايك طبعا بيفرق معانا كتير. واشترك في القناه لو حضرتك اول مره زورنا في القناه، يسعدنا اشتراك حضرتك في القناه وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. هقرب الكاميرا بعد ما ننتهي من المرحله النهائيه دي خالص في توزيع الظل، اقرب الكاميرا من اللوحه، واوعى اللحظه دي تفوتك بقى. شوف بقى لما بنقرب من الكاميرا بالكاميرا كده من اللوحه وبنشوف التاثيرات دي وبنراجعها مع بعض عن قريب بقى. هذه هديتي اليكم، اتمنى انها تنال اعجابكم يا رب. فاكرين لما سالتكم ايه الاصعب؟ دق دار دي الخلفيه اللي هشوف مجموعه الالوان كلها موجوده معانا، وكمان دي التفاحه وقطعه القماش والرف الحجري اللي موجود عليه قطعه القماش والتفاحه. عموما ما تنسوش لايك اسفل الفيديو زي ما قلت لكم، اشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنسوش شاشه النهايه اسيب لكم فيها فيديو كويس ان شاء الله يعجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. شايفين التشققات وشايفين درجات الالوان والحجر الاسمنتي القديم الجميل. رسمة متعبة شوية لكن درس مفيد للجميع. اتمنى اشوفكم في فيديو جديد. اخوكم محمد عبد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.